السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم الأخوان الطيبين عند أطول رحمه كما العادة. معكم أخوكم مصطفى مع هذه السيارات الجميلات البيامات الجوج، يعني الباك أمو لكسيري السيري العادي. هذه الأمبورتي، هذه بلاد موديل 2013 2016 11. الحمد لله ديما الجودة كما عودناكم أطول رحمه، الحمد لله ديما يجيب الجودة، ديما حاجة نقية وحاجة ممتازة. وهذه جوج سيارات تبارك الرحمن شي حاجة بصح نقية وحاجة زوينة. الجوج هادو وفقنا الله عز وجل اننا نصورهم لكم بجوج، مادام توفقوا دخلوا بجوج. اول حاجه ان شاء الله هاد العيد الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه، وتحيه لخوتي المغاربه كاملين داخل الارض وخارج الارض المغربيه. ونعرض لكم ان شاء الله هاد البيامات بجوج، ونبداو بهذه ان شاء الله هي الاولى، حيت هذه ديجا جات وكان بزاف الاخوه طلبوني على الفيديو ديالها وتعطلت وما توفقت مع الخدمه وهذا والشمس. ودابا النيت راه الشميشه والحراره تبارك الرحمن. وعيدكم مبارك سعيد وعواشر مبروكه. دابا جي معنا السي ان شاء الله نوريهم هذه ان شاء الله. هذه اصلا نسبقوها حيت هي الاولى دخلات ان شاء الله. تي تفضل. شكرا. هاد البيام صراحة كنا دخلناها شي أسبوع دابا ما توفقناش باش نديرو ليها فيديو كامل، ولكن تبارك الله راه المليحة جاو شي ناس وشافوها وكلها وشحال عطا. فالمهم تنقطعها بخمسة وعشرين ونص، راها موديل 2016 11، ضربة 99000 أوريجينال حقيقية 100%، والنقا ديال بصح. والجودة اللي كنجيب ديما كيما عودتكم ديما نجيبو إن شاء الله الجودة والنقا والمليح الحمد لله. وتوفقنا الله تناخذوا شي حاجه اللي تكون راس السوق يعني بدون مبالغه بدون هذا. وتنشكروا الناس الاخوان اللي تخدموا معنا حتى هما، وجنود الخفاء اللي تسميهم الناس وتستهزئوا بهم دوك الناس السمساره والناس الوسطاء، فراه فيهم ناس معقول وناس رجال، فتنشكرهم من هذا المنبر هذا. ويعني عندهم بعد الله عز وجل الفضل كبير بعد سيارات الحصول، عرفوا العقليه ديالي انني تندير الجوده وتندير المليح. فالحمد لله تيخدموا معايا شي وسطاء اللي تنسميهم مصريه في المستوى، تيجيبوا لنا. وهاد بعد الله عز وجل راه كاين شي سيارات جابوهم لنا البارح، راه الله يبارك بعد الناس يسهزؤوا بالناس. فانا بعدا تنشكر الناس حيت عرفوا العقليه ديالي، تنبغي المليح تيجيبوا لي المليح الحمد لله وتعرضوه علينا. وراهم خوتنا الوسطاء، راهم خوتنا، والسمسار راه خويا، وانا ما تنستهزئ بحد، ولكن اخوتي تنشكرهم من هذا المنبر هذا. دوك الوساطه والسماسريات المعقول اللي بصح التجاره عنده بجوج دقائق والتجاره عنده معقوله وقانوع اللي عطيتيه تيقول بسم الله وتيمشي في حاله. هادو هما السماسريه اللي تنشكرهم انا وتنحييهم من هذا المنبر، وهذه حرفتهم وخدمتهم. ما دور غير طوموبيلات، راه كاينه السماسريه اللي تبيعوا عقارات كبار وتتبقى عليهم دعوه الخير. انا الحمد لله العقارات ديالي كلهم واخذهم على يد السماسريه، وكلهم الحمد لله بخير وعلى خير، وكلينا فيهم الخبز مع السماسريه. والانسان راه حجر وطوب. بصح الخوت هاد السيارة بكل صدق راه النقا ديال لا ميزون من الاخر. البي ام سيري 5 تلقاها ضربة ما واصلاش 100، يعني راه هادي ما نهضروش على الباك. دابا خلينا مع هادي باش من حنا وفقنا الله، راه يعني ملي دخلوا عندنا بجوج كاين ثلاثة، كاين حتى ديك ليسونس راه مازال الخوت غير ان شاء الله يخرج لها الكارت غريز. كانوا بالحق هضر معايا شي ناس هضروا عليا تنقول لهم يخرج الكارت غريز، ولكن حتى شي واحد ما دوزت معاه الكلمة.
دونك باقي ان شاء الله نجيبوا الكارت غريز ديالها ومرحبا بكم. هذه راه كلشي موجود، كارت غريز ديالها موجود، كلشي الحمد لله، يعني راه منقاد ديال بصح خالصه كاش، كلشي وريقاتها موجوده. لي سبي كلشي كاين داخل، كلشي خدام. بون نقي كلشي نقي بالكارونتي الضمان ديال هاد الكيلومتراج نعطيه ليكم انا، يعني 99000 ولا 100000 كاع. الخطرة تنصورها لكم مغسولة، ما والو، كانت غسلات وبقات في الغبرة، ركبت عليها شوية راه مغبرة الخوت. نوجدات تبارك الرحمن. راه ما السكينه ما والو الخوت، كيما دخلت كيما عرضتها عليكم، مازالت غسلات ودابا تغبرات، ولكن راه بصح السياره تتلمع. كاين عندها غير صباغه في هذا البارشوك القدامي، هذا البارشوك القدامي الخوت هو اللي فيه الصباغه، وانا اللي صبغته حيت كانت فيه واحد الجريحه راه مصورها، راه اصلا بينتها في الفيديو الاول، بينتها نوجدات دوبل في. دونك هذا ما كان، ما باقي لنا الموتور الاخوه الطيبين. بسم الله، وإن شاء الله هذا الفيديو هو الباك ديال العيد، إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله نشوفكم على خير وبخير. فالموتور تبارك الرحمن نوفو، جايب النوفو بصح، وما تيكونسوميش الخوت. هذا الموتور بصح غزال في البام، هو السيري اللي باقي تيخرج في كاع السيارات دابا. بيسرينا ديالها دابا اللي ولا زوين في هاد دوليتر هو تيولي اتساع، الانسان فين يشوف كلشي، ماشي بحال الفيسيس، الفيسيس سيعمرهم تتبقى تشوف والو، وراه كداك بويسونس الخوت والله تتعفط عليها تكتكليسي من اللور، يعني ماشي راه دوليتر راه ما راه بصح. الحمد لله يعني توفقنا الله سبحانه وتعالى ان نقلبوا على شي حاجه اللي تكون مزيانه وتكون في المستوى، واللي عنده شي بي ام سيري 5 بغى يبيعها مرحبا به. دونك الثمن ديال هادي الخوت 25.5، 2016 11 25.5 للتذكير ان شاء الله، واللي بغاها مرحبا نحيدو شي بركه قليله وصافي، يعني راه ما راه بصح شي بركه قليله. والباك ام ها هي الخوت، دابا نديرو لها فيديو ان شاء الله، دابا راه في الشميشه ديال بصح الشمس قاصحه، الاخرى كانت في الظل، دونك هذيك اللي بغيت نسبقها حيت هذيك سيمانه وهذه عاد جات البارح. دونك الباك راه حتى هي نفس هذه تبارك الله زايده عليها من ناحيه الفشوش ومن ناحيه الطوا والبلافو كحال وليكرون كبيره، الفولون خطيره بزاف، شي حاجه شي حاجه اللي كيموتوا عليها العشاق البي ام هي هادي. خلينا الفيديو ان شاء الله حتى العشيه ولا غدا ولا بعد العيد كاع. دابا موضوعنا في هادي، تنباركو لكم العواشر من هادي، وهادي ان شاء الله
انا عطينا على انو بدا اللي بغاها. مرحبا مرحبا بكم عند اطول الرحيم، معكم اخوكم مصطفى، ونسالكم الدعاء وعيدكم مبارك سعيد، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، والحجاج ديالنا الله يجيبهم على خير، يرزقهم الله حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور ان شاء الله، ويشفي مرضى المسلمين جميعا ان شاء الله، ويسمع شمل المغاربه في هذا العيد هذا، وحكومه وشعبا وملكا وجميع المؤمنين ان شاء الله. الله يبارك لنا في الوطن ديالنا والمسلمين، وتحيه لكم الخوت الطيبين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.